مساء النور عليك يا زهرة، مساء النور عليك يا أحمد، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. انقل لنا الأجواء عندك يا فاروق قبل، خلاص يعني فاضل وقت بسيط جدا على المباراة. أقدر أقول لك من هنا من داخل استاد الجيش ببرج العرب، واحدة من أهم اللقاءات الجولة 23 ما بين الأهلي ونادي المصري في الدوري المصري الممتاز، واحدة من المحطات الصعبة لفريق النادي الأهلي في رحلته للدفاع عن اللقب والبطولة رقم 42. لو هنتكلم سريعا على الأجواء واستعداد استاد الجيش ببرج العرب لاستضافة هذا اللقاء، نقدر نقول الجميع هنا بيعمل من أجل الخروج باللقاء في أجمل وأبهى صورة. مسؤولي الاستاد هنا تم تجهيز الاستاد على أجمل وجه. مدير الاستاد كان لنا حديث مع مدير الاستاد وتحدث عن تخصيص 3 غرف لكل فريق طبقا، يعني احنا متعودين بيبقى غرفه واحده لكل فريق خاصه بتبديل الملابس، ولكن مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه تم تخصيص 3 غرف لكل فريق سواء النادي الاهلي او نادي المصري، غرفتين لتبديل الملابس وغرفه للمدير الفني. لو يعني المدير الفني لو اتكلم على المحاضره الاخيره او المحاضره اللي بتبقى ما بين شوطي اللقاء للاعبين، دي كانت من اهم الامور والاجراءات الاحترازيه. ايضا حاله التعقيم اللي بنشوفها على مدار يعني كل ربع ساعه او كل ثلث ساعه في تعقيم مستمر من مسؤول استاد الجيش ببرج العرب. الجميع هنا يعني في ايضا امور واجراءات احترازيه مشدده، وجود لجنه طبيه. احنا متعودين دايما ان في كل لقاء بيبقى فيه مراقب طبي، النهارده بالذات تحديدا لقاء الاهلي والمصري وجود لجنه طبيه بقياده الدكتور علاء رشاد رئيس اللجنه الطبيه، ومعاه طاقم طبي مخصص من 3 دكاتره موجودين لمتابعه ومراجعه كافه الاجراءات الاحترازيه مش في ارض الملعب وبس، ولكن ايضا المدرجات وايضا مسؤولي المجلس الاداره سواء من النادي الاهلي او نادي المصري. يعني اقدر اقول لك احمد واقول لك يا ساره ان في تجديد، وايضا من النقاط المهمه جدا ودي هتبقى يعني حاجه حصريه لقناه النادي الاهلي، في تعليمات بمنع دخول يعني في اسماء بعض لاعبي النادي المصري اللي يعني ثبت ان عينته ايجابيه، هيمنع اي فرد من دخول الاستاد، هيتم يعني في متابعه ومراقبه امنيه وايضا طبيه باسماء اللاعبين اللي هتدخل لارض الملعب سواء من لاعبي نادي المصري وايضا لاعبي النادي الاهلي وخاصه النادي المصري بالتحديد لوجود حالات ايجابيه، كان 5 حالات في نادي المصري. في تجديد تام من مسؤولي الاستاد، ايضا مسؤول الجانب الامني الجانب الطبي، كل الامور نقدر نقول على ما يرام ان شاء الله في استضافه احداث اللقاء. لو هنروح لفريق النادي الاهلي واستعداده لهذا اللقاء، هنقدر نقول النادي الاهلي استعد جيدا لهذا اللقاء. نشوه الانتصار في على فريق الجونه، وعايز اتكلم في نقطه بالتحديد يا احمد على توقيت الانتصار على فريق الجونه. مع الدقائق الاخيره ادى يعني دفعه قويه جدا للعبة النادي الاهلي. توقيت ان انت تنتصر في الدقائق الاخيره في الدقيقه 94 او الدقيقه 95 زود من رفع من الحاله المعنويه للاعبين، تجاوز اللاعبين الفتره السابقه، بدا اللاعبين ان هم يجهزوا خلاص للمرحله القادمه، ودي كانت من النقاط المهمه. ايضا مستر ريني فايلر كان فرض حاله من السريه، كان المران الاخير كان مران مغلق لفريق النادي الاهلي، قدر من خلاله ينفذ بعض الجمل التكتيكيه اللي نقدر نقول ان شاء الله جماهير النادي الاهلي هتتفاجئ بيها النهارده في ارض الملعب، ويعود النادي الاهلي لسابق عهده، وان شاء الله يبقى فيه نتمنى ان شاء الله معدل تهديفي كويس جدا لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء ده طبقا للتدريب الاخير اللي احنا تابعناه وشفناه. ومش هنتكلم يعني في النقاط الفنيه بشكل باستفاضه اكتر، لكن ان شاء الله هيبقى في تنويع وفي تغيير في ادوار اللاعبين، تغيير في بعض الجمل التكتيكيه في التوظيف في المحاور الهجوميه، ده الشيء المنتظر ان شاء الله من جانب فريق النادي الاهلي. ايضا لو هقربك يعني الصوره اكتر يا احمد النهارده، بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر جدا لضيق الوقت، وبالتاكيد هنتابع معاك على شاشه قناه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه اثناء طبعا استوديو التحليلي مع زميلنا العزيز كابتن ايمن شوقي اخر تطورات من داخل ارضيه الملعب. بشكرك شكرا جزيلا، وان كنت برضو باكد يعني طبعا استعدنا الروح في ماتش الجونه، استعدنا الروح في ماتش الجونه حال